أكبر مني. ربنا ذكر ثلاثة أعذار لكن ما عندها منتهى. علما سيكون منكم مرضى. هل المرض ده عنده نهاية؟ ما عنده نهاية. المرض ده من أقل شوكة لآخر داع عضال. علما سيكون منكم مرضى، أي برضو أقرأ قرآن مريض، أي أقرأ قرآن ما عذر، أقرأ ما قال اقرأ وما تيسر من القرآن. علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. برضو أقرأ مريض، أي أقرأ برضو مريض شديد، أي برضو أقرأ مريض لمن للنهاية، أي برضو أقرأ. طيب وانت عذرك شنو؟ انا والله بمرق من صباح الرحمن لحد انصاص الليالي وببيت برا الليالي ذوات العدد وما عندي اي وقت. برضو اقرا، قال لك ما عذر، برضو اقرا. يضربون في الارض، شوف يضربون في الارض دي كيف، برضو اقرا. وانت عذرك شنو؟ انا والله عذري انا سادي الثغور وحرس الثغور والحدود والخطوط الاماميه وخط النار وفي مجابهه الاعداء واقل غفله كده البلد كلها بتضيع. برضو أقرأ قاتلون في سبيل الله، برضو أقرأ فقروا ما تيسر. يلا بعد الثلاثة دي فتش أي عذر قاعد نخدع به أنفسنا حتلقوا أقل منا. بعد الثلاثة دي تاني ما في عذر، والله ما في عذر. قروا ما تيسر من القرآن فقروا ما تيسر منه. فتأمل الآية في الأول، أقروا ما تيسر من القرآن. طيب عالم أن سيكون، عالم أن سيكون منه، أقرأ برضو. علم انه في ناس ضاربين في الارض يضربوا في الارض، برضو اقرا. علم انه في مقاتلين وفي سبيل الله كمان، في سبيل الله، برضو اقرا. حكره وما تيسر منه. فلذلك ما في عذر يا اخواننا، والله ربنا يتوب علينا، يا رب يتوب علينا يا الله. الترغيب الايه والرجاء فيها جميل برضو. علم ان سيكون منكم مرضى، اي اقرا قران الله بيشفيك. تضرب في الأرض دائرة الكسب، أي أقرأ قرآن الله بيرزقك. مقاتل مجاهد، أي أقرأ قرآن الله بينصرك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا